تعالى يا باشا، هناخد عندنا الكيكة الشوكولاتة دي. بقى بنعملها ازاي؟ حط عندي 3 عدد بيض، اهو نقوم حاطين عندنا شوية فانيليا صغيرين، نقوم حاطين عندنا 1 كوباية من السكر، كله مع بعض. والله يعني انت فاهم ازاي؟ اسهل حاجة في الدنيا الترتات اللي احنا شغالين فيها دي، ثانية الا ثانية تلاقيها خلصت معاكي. حط عندي زيت الذرة، نقوم منزلينه حوالي ربع كوباية من زيت الذرة، ونقلب البيض مع السكر مع الفانيليا مع زيت الذرة، ونقلب كويس جدا اهو. بعد ما خلص معايا تمام، هوبا نقوم حاطين الدقيق، بعد كده الكاكاو بيكربوناته، وبعد كده البيكنج باودر، سنة ملح بسيطة جدا اهو، واقلب يا باشا. واقوم حاطط عندي الميه السخنه اخر حاجه خالص، او الميه الفاتره. وهاخد عندي الكلام ده كله حوالي نص كوبايه من الميه السخنه، فتح معايا المسام بتاع الفادج خالص، لا والله ماشي يا عم. اهي بص يا عمنا، اهي ادي الكيكه بتاعتنا بعد ما حطينا كل حاجه فيها. نقوم حطينا هنا ال 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 الفكره، بس في حاجه اللي احنا لازم، حاضر يا جماعه، اللي على قد ما تقدري بقى زودي فرم التارت ديت، عشان العجينه ما شاء الله كتيره. برضو حاجه حلوه قوي، ممكن اللي انا دي، بص بكريمه المارينج ديت على الشوكولاته اهو. بصي ايه رايك؟ موضوع سهل. حلو، وتقوم واخده عندك يلا بينا. الله عليك.